السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي وأحبائي الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة. دايما معاكم ممدوح مصطفى من برنامج عشاق مقارنة السيارات، عامل لكم فيديو جديد. إذا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميلة بتاعتك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو فعلت زر الجرس وصلك كل جديد مش هتخسر حاجة لو اتفرجت عليه، ومش هتخسر حاجة برضه لو ما اتفرجتش عليه. وإذا عجبك الفيديو تشيره لنا ان شاء الله في جميع المواقع. هنتكلم النهارده عن العربيه بيجو 301 2021 الجديده كليا. العربيه بتنزل بفئتين، الفئه الاولى اللي هي الاكتيف والفئه الثانيه اللي هي الالور. العربيه بتنزل بسعه محرك 1600 سي سي، عدد الصبابات 16 وعدد السلندرات 4. بالنسبه لقوه العربيه فهي 115 حصان عند 6050 لفه في الدقيقه. العزم الاقصى للدوران 150 نيوتن متر عند 4000 لفه في الدقيقه، ونظام الدفع في السياره ودفع امامي. السرعه القصوى 188 كيلو. بالنسبه للعربيه تتسارع من 0 ل 100 كيلو او من الثبات ل 100 كيلو بتوصل في 12 و10 او 12 و1 من 10 ثانيه. متوسط استهلاك الوقود في ال 100 كيلو هو 6.6 من 10 لتر. نظام حقن الوقود هو حقن مباشر. سعه خزان الوقود 50 لتر. بالنسبه للوقود الذي ينصح باستخدامه في السياره هو وقود 92. العربيه بتنزل بنقل حركه اوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ونوع الجنوط اللي بتنزل بالسياره جنوط رياضيه 15 بوصه، ومقاس الاطارات او الكاوتش هو 185 65 ار 15. اقل نسبه للقطر للدوران هو 5.45 من 100. بالنسبه لطول العربيه هو 4 متر 445، اما العرض الكلي متر 953، والارتفاع الكلي متر 474، اما قاعده العجلات فهي 2 متر 652. ارتفاع السياره عن الارض 165، وسعه الشنطه الخلفيه 506 لتر. وزن السياره فارغه هي 1090 كيلو جرام. نظام التعليق الامامي هو ماكبيرسون، اما نظام التعليق الخلفي مالتي لينك. نوع الفرامل الاماميه في الفئه الاولانيه هي درامز، اما في الفئه الثانيه ديسكات. نوع الفرامل الخلفيه هي ديسكات في الفئه الاولى والفئه الثانيه. فرامل مانعه للانغلاق اللي هي الاي بي اس موجوده في الفئتين. توزيع الالكتروني لقوه الفرامل اللي هو الاي بي دي موجود في الفئتين. حمايه اسفل المحرك من الصاج موجوده في الفئتين. وسائد هوائيه للسائق موجوده في الفئتين. وسائد هوائيه للراكب الامامي موجوده في الفئتين. حساسات ركن خلفيه مش موجوده في الفئه الاولانيه لكن موجوده في الفئه الثانيه. كاميرا خلفيه مش موجوده في الفئه الاولى لكن موجوده في الفئه الثانيه. قفل لسلامة الأطفال موجود في الفئتين. نظام الحماية ضد السرقة الإمبولايزر موجود في الفئتين. قفل مركزي للأبواب سنتر لوك موجود في الفئتين. غلق ذاتي للأبواب موجود في الفئتين. أنهار نهارية ليد مستمرة مش موجودة في الفئة الأولى لكن موجودة في الفئة الثانية. باور ستيرنج حساس للسرعة موجود في الفئتين. نظام مثبت ومحدد للسرعة موجود في الفئة الثانية لكن مش موجود في الفئة الأولى. كمبيوتر رحلات موجود في الفئتين. وحدة تحكم خلف عجلة القيادة موجودة في الفئتين. راديو اف ام واي ام ومشغل ام بي 3 موجودة في الفئتين. شاشة ال سي دي موجودة في الفئة الأولانية لكن مش موجودة في الفئة الثانية، لأن الفئة الثانية فيها شاشة 7 بوصة تعمل باللمس. بلوتوث موجود في الفئتين. مخرج اي يو اكس موجود في الفئتين. مخرج يو اس بي موجود في الفئتين. عدد السماعات اللي بتنزل في السياره هي 4. بالنسبه للاندرويد اوتو موجود في الفئه الاولى الفئه الثانيه لكن مش موجود في الفئه الاولى، والابل كار بلاي نفس العمليه مش موجود في الفئه الاولى لكن موجود في الفئه الثانيه. المرايات الجانبيه تحكم كهربائي موجوده في الفئه الثانيه لكن مش موجوده في الفئه الاولى. امكانيه التحكم في مستوى المصابيح الاماميه موجوده في الفئتين. اضاءه خلفيه ليد موجوده في الفئه الثانيه لكن مش موجوده في الفئه الاولى. مصابيح ضباب اماميه مش موجوده في الفئتين. مسند راس موجود في الفئتين. تكييف اوتوماتيكي موجود في الفئه الثانيه لكن مش موجود في الفئه الاولانيه. الفئه الاولانيه فيها تكييف بس مش اوتوماتيك. ضبط ارتفاع كرسي السائق موجود في الفئتين. التحكم في ارتفاع عجلة القيادة موجود في الفئتين. مساحة تخزين بالأبواب الأمامية موجودة في الفئتين. زجاج كهربائي أمامي وخلفي موجود في الفئتين. إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية عشان تزود الشنطة الخلفية موجود في الفئة الثانية لكن مش موجود في الفئة الأولى. مسند يد أمامي مع مساحة تخزين مش موجودة في الفئة الأولى لكن موجودة في الفئة الثانية. عجلة قيادة من الجلد مش موجودة في الفئة الأولى لكن موجودة في الفئة الثانية. فرش جلد جزئي يعني جزء قماش وجزء جلد موجود في الفئة الثانية، أما الفئة الأولى بتنزل بفرش قماش بس. أما بالنسبة لأسعار العربية فهي الأوتوماتيك أكتيف اللي هي 1600 سي سي بتنزل ب 238 ألف جنيه، والأوتوماتيك ألورا بتنزل
ب 266 ألف جنيه. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو ما تنساش لايك الجميلة بتاعتك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.